السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناة طبخ وحلويات فاطمة. اليوم ان شاء الله بربي جبت لكم وصفة كما كنت وعدتكم بها، اللي هي عجينة الكاوكاو. هدف عجينة الكاوكاو نعرفكم عليها، هي عبارة عن كاوكاو مطحون، يعني كما عجينة اللوز، كما نحضروا عجينة اللوز العادية. لكن نظرا لي يعني راكم تعرفوا غلاء الاسعار تاع اللوز، وما تطيقيش تشريه من المستحيل، باه ديري منه فقط بادامون تزيني بها ولا تصنعي بها الكفته ولا الفواكه. انا قررت اليوم جبت لكم وصفه ناجحه تاع عجينه الكاوكاو، انا مداري نخدم بها عادي وتصنعيها. هي عندها مشكل واحد، هي انه تبغي الراحه ولازم تتبعوا التعليمات اللي غادي نقول لكم عليها، وان شاء الله ربي تنجحوا فيها وتجربوها وتردوا لي بالخبر. لهاد العجينه تاع الكاوكاو ولا عجينه بديل عجينه اللوز، عندنا كيله تاع كاوكاو. الكاوكاو كما راكم تشوفوا مقشر، كاوكاو الابيض اللي يتباع مقشر، ما نديره لا في الفرن لا والو، كيما تشريه من عند الحانوت ديري كيلي منو كيله. انا درت هذه الكيله غرفيه تاع شوربه، لكن نتوما لو بغيتو تكبروا الكيله وكان عندكم فرح ولا كبري الكميه. عندي 3 ارباع كيله تاع سكر ناعم كما راكم تشوفوا، 3 الارباع تاع الكيله، وعندنا سكر ناعم، عندنا فانيليا مغرف كبيره معمره تكون مليح تاع فانيليا نوع ممتاز، عندي عطر اللوز تاني لازم يكون نوع ممتاز وضروري في هذه الوصفه، اللوز الحلو ها وينا امونتوس لازم يكون نوعيه ممتازه باه يعطينا ذوق شباب. انا دائما نستعمل هاد لامارك وننصحكم بها. عندنا ماء الزهر وعندنا ملونات غذائيه، هاد الملونات الغذائيه نحتاجوهم في الاخر كاع باه نلونوا هاد العجينه تاعنا. طبيعه الحال تاني نفس لامارك تاع العطر لانه ملونات شابه، شوفوا هذا الغوز يعني بلا ما ديري اللون الاحمر كاين غوز واجد، هادو من بعد نحتاجوهم. اليوم نحضروا العجينه، المره المقبله ان شاء الله الفيديو المقبل باذن الله نديرو الكفتة ولا نديرو نوع واحد اخر تاع كاطو اللي نحتاجو فيه هاد العجينة. اول حاجة هنايا لازم نضربو ونطحنو الكاوكاو تاعنا اون بودغ، يعني غبرة ما نطحنوش ما يكونش فيه الحبيبات. انا غادي نطحن غير بالشوية لانه الروبو تاعي يرفتش بزاف ساعة قليلة. ندير الكاوكاو تاعي ونطحنه على شكل غبرة وحده، ما نديرش معاه السكر دربك. دوك نشوفو من بعد التكملة تاع الوصفة، انا غادي نطحن ونطحن كاع الكمية تاع الكاوكاو ونعاودو نتلاقاو باذن الله. نشوفو طحنت هذاك الكاوكاو تاعي كيما رانا نشوفو على شكل غبرة يعني عادي. شندير الان؟ نحاول انني نحلو هكا شوية بيدي لانه الكاوكاو طبيعته يتكور، يعني انا معلومة قريتها في الانترنت مانيش عارفة لا صحيحة ولا خاطئة، يعني كثروا المعلومات. قال لك الكاوكاو هذا ولا الفول السوداني يعتبر عفوا من البقوليات وليس من المكسرات، وعلى ما اظن صحيح لانه شتو دي فوا الزيوت اللي فيه، على قلت لكم ما تحموهش في الفرن لانه لحميتيه في الفرن غادي يجي مزيت يطلق لك كاع هذاك الزيت اللي فيه وما تنجحلكش العجينه تاعك. لكن بهذه الطريقه غادي تحصلي على عجينه تكون شابه. الان شندير؟ نجيب هذاك السكر 3 ارباع الكيله تاع السكر نغربلها ونديرها هنا في هذا الخليط تاع الكاوكاو. هنا غادي نعاودوا نسيحوا هذا الخليط تاعنا. انا جبت درت الصفايه لكن في الصفايه ما يفوتليش، لازم ندير غربال كيما نقولوا بهذه الطريقه. غادي نحل كاع هذوك الكويرات، نخلط مليح الخليط تاعي من بعد نعاودو نتلاقاو. هنا كيما رانا نشوفوا الخليط تاعي بعد ما درت له السكر كيما راكم تشوفوا راه فيه حبيبات. هنا شندير؟ نجيب سياح ولا غربال، راكم تعرفوا هذا تاع بكري لكن راهم كاينين الان متوفرين هذوك تاع الالومنيوم تخدمي بهم يعني عادي، هذو تاع الطعام. ندير هذا في الخليط تاعي تما في السياح ونبدا نسيح في هذا الكاوكاو تاعي بيه بشويه
شوفوا البودره اللي نتحصلوا عليها غبره ناعمه، هذيك هي اللي نخدموا بها. راكم تتسائلوا هذا الفوقاني كيفاش ندير له، هذا نعاود نطحنه في الروبو ونعاود نصفيه، يعني تنتحصل على غبره، ما نتحصلش كاع الحبيبات هادو لا ناعمه ولا كبيره. غادي نكمل بعد نعاودو نتلاقاو. هنا كيما رانا نشوفو الخليط تاعنا اللي تحصلنا عليه خليط ناعم، غربلته عاود تحصلت على دوك الحبيبات الخشان، عاود طحنتهم وعاود غربلتهم، يعني شوفوا الخليط اللي نتحصلوا عليه ما يكونش معجن. على ما جاناش معجن لانه ما درتهش في الفرن، مجرد ما ديريه في الفرن ما يخرج لكش، لانه علاه يطلق الزيت تاعه ما تقدريش تخدمي به. هنا ضفت الفانيليا كما قلت لكم نكثروا لافاني بهذه الطريقه، يعني ما تخافوش منها لانه ناجحه 100%. تزيني بها الكاطو تاعك، ديري بها فاكهه، ديري بها الكفته، بزاف تتشكل عادي، يعني لازم لها الراحه. دوك بعد ما نديروا لها الاخرين تاعها المقادير، لازم لها على الاقل ليله كامله ولا 6 سوايع، ليله كامله ادنى يعني ليله كامله هذاك هو، ولا نديروها مده تاع 6 ساعات اقل شيء. ملعقه اكل تكون معمره مملوءه تاع عطر اللوز، نزيد شويه لانه ما عمرتهاش تلتم بهذه الطريقه. الان نبدا نضيف في ماء الزهر بالملعقه، ندير زوج مغارف ونبدا نخدم ونشوف الى عفوا لانه راه فيها السكر. وهنايا انا نسيت ما قلت لكمش على هذا الاخرى الاستوس، قبل ما تشمخوا قلعوا شويه تاع الخليط يكون ناشف، علاه باه اونكا وجراتنا العجينه تاعنا نصيبوا به نلموها. كيما نشوفوا نخدمها مليح، يعني انا كون زدتها غير شويه كون جرات لي، نسيت هاد الخطوه نسيتها. كيما رانا نشوفوا يعني لهيت في الشرح ونسيت به نقلع كميه، لكن انتوما قلعوا. هنا كيما رانا نشوفوا لميت العجينه تاعي، اي وين العجينه اللي تحصلوا عليها ولا اروع. فقط ما تنساوش لي باللي قبل ما تضيفوا عطر اللوز والماء الزهر لازم تنقصوا كميه تاع خليط يكون ناشف، باه من بعد اونكا وجرات لكم ما تخافوش منها بهذه الطريقه. ما نكثرولهاش نعجنها فقط ما ندلكهاش، لانه الا دلكتيها بديتي تدلكي يبدا الكاوكاو يخرج الزيت تاعه. شوف شوفوا راهي شابه العجينه سهله التشكيل كيما تبغي ديريها. شوفوا الاستيك وكاع، ها ديريها سيجارات مش عارفه انايا تكوريها، ها وصدقوني ريحه الكاوكاو ما فيهاش لانه عطر اللوز شباب. الان شندير انا هنا غادي نلونها عادي كيما نلونو، مانيش باغيه نطول عليكم الفيديو، فقط غادي نلونها. غادي ندير بما انه غادي نخدم بها كفته، غادي نحاول نقسمها على 3 اقسام يكونوا متساويين، فقط 3 اقسام يكونوا متساويين. غادي ندير طرف ابيض، طرف وردي، طرف اخضر. الاخضر ما نديروش داك الخضر اللي ماشي شباب، نديرو خضر يكون فستقي، يعني كشغل كولور تاع بيستاش. كي غادي نخرجوه غادي نديرو شويه تاع ملون اصفر مع شويه ملون اخضر، نتحصلوا على فيغ هذاك الشباب، ولا نديرو قطرات برك تاع، لانه ديجا العجينه راهي جايه بالصفوريه، نديرو فقط قطرات تاع ملون اخضر ونديرها. انا غادي نلون من بعد نعاودو نتلاقاو. هنا كيما رانا نشوفو لونت العجينه تاعي، سمحوا لي لانه يدي راهم كارثه، الكولورون دفق لي، قرعه دفقت راحت كنت نمسح. لا علينا، هذا هو اللون اللي نتحصلوا عليه كيما قلت لكم، لون اخضر فستقي، يعني زيدوا عجنوها نعجنوها مليح باه نتحصلوا على الشكل اللون المرغوب. وهنا درت العجينه، درت لها الملون الاحمر ولا الوردي كيما تبغوا. وهنا طيقوا ديروا لي باتاغوم،
مثلا هنا درتها ديريها حمراء، ديري معها لاغون تاع الفريز، وهنا ديري لاغون تاع البيستاش ولا لاغون تاع التفاح، وهنا درتها لون ابيض كما راكم تشوفوا. الان شنو ندير؟ ندي الفيلم اليمونتير تاعي ونخليها، يعني نغطي كل وحده وحدها. عندنا اللون هذا الابيض نديرها وحده باه ما يطاشاش بالالوان الاخرى. كما قلت لكم مده 6 ساعات في الفريجيدير، انا غادي نخليها ليله كامله ولا يومين ولا مانيش عارفه وقت اللي بغيت ندير لكم فيديو تاع الكفته هذه. وندير هاد الورديه بهذه الطريقه. هنا ما تجروش العجينه تاعكم، خاصه لو كنتو ديروا الملونات السائله ولا ديروا الملونات اونجيل، هذوك يجوا تاني شابين يعطوكم نتائج اروع. هذه هي العجينه تاعنا اللي غادي نتحصلوا عليها. نديروها في الثلاجه كما قلت لكم، من بعد نعاودوا نتلاقاو ونوريها لكم جاهزه في صحن التقديم. هنا كما رانا نشوفوا العجينه تاعنا راهي جاهزه، هذا هو الشكل تاعها. نلونوها على حسب ما رانا محتاجين، يعني على حسب ما نبغوا لونوها. نديروها في الثلاجه ونخلوها تبرد، وقت الاستعمال نخدموا بها عادي ونحتفظوا بها في الثلاجه، لانه تعرفوا انه الكاوكاو شويه ديجا من ما راهش مقلي اونسي جامي غادي يغمل لكم، ولا من الافضل نديروها في الثلاجه باش نتحصلوا على افضل النتائج. وكذلك نخدموا لا كونتيتي على حسب ما رانا مستحقين. الا كنا مستعملينها للتزيين نديروا دي كونتيتي صغيره. كما قلت لكم هذا هو الشكل تاعها، نتمنى ان شاء الله بربي تجربوها وتنجحوا فيها. لعجبكم الفيديو ما عليكم غير تخلوا لي جيم، تخلوا لي كومونتير باش تشجعوني وتدعموا القناه. والى الملتقى، وان شاء الله الفيديو المقبل نشوفوا حلوه بهذه العجينه. والى الملتقى.